بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في قرية الفرع وهي من القرى العمانية القديمة التي تحكي حكايات من صلابة العمانيين في الانتفاع بالقرب من مقار الأودية. طبعا هنا وادي يمر الوادي الذي ينزل إلى من الجبل الأخضر ويمر بالتنوف ويصل إلى سوق نزوة ويعدي الأماكن تلك. هذه قرية حجرية عمرها العمانيون مثل هذه الطريق القديمة حبذا، تكون هناك مبادرة من الجهات المختصة لإصلاحها بالحجارة بحيث أن الزائر أو المزارع وهو يقوم بالسقي يجد سهولة في عبور واستفادة من الطريق. إذا طبعا تقسيمات ساقية، ساقية الفلق وصورة من قدرة العماني على أن يجعل من الأماكن الصلبة والأماكن الخشنة مكانا ينتفع من خيرات هذه النخيل التي زرعت هنا وبقية الأشجار، بجانب أن توجد أيضا مراعي في هذه الجبال دلائل من الانتفاع بالمكان. الحمد لله على نعمه وفضله ويسره.